في نقطة تانية عايزين نتكلم عنها، هي ازاي انت تبتدي تقدر تكمل في الموضوع، ازاي تقدر تتعلم computer vision وتمشي فيه مع نفسك. اول حاجة الاونلاين كورسز مهمة جدا في الموضوع دوت. انت عندك كمية اونلاين كورسز رهيبة جدا على النت من جامعات كبيرة زي MIT، ستانفورد، كالتك، تورونتو، اعتقد في كورسات برضك. فهتلاقي كمية الكورسات اللي موجودة كبيرة جدا من ناس تعتبر من أقوى الناس في تخصصها، هتبقى أفضل من أي كورس تاخده في مصر، أو حتى لو قدرت أنت تسافر على ماستر، لا أنت يعني هتاخد كورسز الليفل بتاعها عالي جدا. فالأونلاين كورسز مهمة جدا، وكل مع الوقت بدأوا يعني زمان لو أنت كتبت في السي في بتاعك أنا خدت أونلاين كورس الفلاني، ما الويت بتاعه مش كبير قوي في السي في، لكن مع الوقت لا الويت بيعلى. حتى لو مفيش سيرتيفيكت من الكورس دوت، فهو في الاخر ممكن ببساطه انت بتقول مثلا خدت كورس في الامج بروسيسنج، هيسالك في كام حاجه في الامج بروسيسنج، لقاك فاهم كويس خلاص انت بيأكد ان هو خلاص انت فاهم الموضوع دوت. طبعا لو قدرت تاخد سيرتيفيكت، معظم المواقع دي بدأت تضيف سيرتيفيكت، لو قدرت الموضوع بالنسبه لك ممكن هيبقى اكيد افضل كتير. الكمبيوتر فيجن جزء كبير منها مبني على ال او problems كتير جوه الكمبيوتر فيجن بدأت انها تتحل باستخدام الميثودز الموجودة او المودلز او الاركتكتشرز الموجودة في الماشين ليرنينج، اللي هي خليني اكتب اسمها. فبالتالي الماشين ليرنينج اصبح جزء مهم جدا في الكمبيوتر فيجن، مش كل حاجة في الكمبيوتر فيجن ولكن جزء كبير، لان هو خلاص بدأ يحل يعني ممكن نقول 80% من البروبلمز او 70% من البروبلمز اللي الكمبيوتر فيجن شغال عليها، الماشين ليرنينج هو حاليا اللي بيحلها. وال30% الماشين ليرنينج بدأت تدخل فيها، لكن برضو مش بت اوت بيرفورم الميثودز الستاندردز اللي كانت موجودة قبل كده او المتعارف عليها قبل كده. الماشين ليرنينج ممكن تسمع مثلا تلاقي كورسز بيقولك ماشين ليرنينج كورس ديب ليرنينج. الفرق ببساطة ان الديب ليرنينج بيتكلم على نوع معين من الاركتكتشرز اللي داخله في الماشين ليرنينج، فممكن تقول ان الديب ليرنينج جزء من الماشين ليرنينج، بس هو جزء مهم جدا وفي ريسيرش كبير جدا الفتره اللي فاتت، وداخل في حاجات كتير لدرجه ان في بوزيشنز في شركات معينه بقى اسمها ديب ليرنينج انجينير او ديب ليرنينج ريسيرش ساينتست او حاجه زي كده. فالمجال فيه شغل كتير جدا. عشان تتعلم الماشين ليرنينج او الكمبيوتر فيجن، من اهم الحاجات اللي انت محتاج تبقى عندك خلفيه عنها كويس هي اللينير الجبرا، يعني مش اللي انت غالبا بتدرسه في الكليه، لكن انت محتاج تدرس لينير الجبرا بشكل افضل وتبقى فاهم الكونسبتس كويس، فاهم ازاي تتعامل مع الماتريسز، عارف يعني ايه ترانسبوز، عارف يعني ايه انفرس، عارف امتى الانفرس بيبقى تقدر تحسبه امتى ما تقدرش تحسبه، الاس في دي والديكومبوزيشنز، مفاهيم كتيرة جدا، ال يعني ايه basis، يعني ايه ال rank بتاع ال matrix، و ايه أهمية أصلا ان انت تعرف ال rank بتاع ال matrix. في concepts كتير في ال linear algebra مهم ان انت تبقى فاهمها كويس جدا قبل ما تدرس ال computer vision او ال machine learning. ال linear algebra ليه كورسات كتير جدا على ال لو دورت هتلاقي كورسات من جامعات كبيرة جدا. الكورس اللي انا كنت اشتغلت منه كان لجيلبرت سترينج على MIT، بس كنت اشتغلت اكتر من ريفرنس بتاعه، بس هو في كورسات تانية كتير للين الجبرا ابسط من كده واصغر وممكن تخلصها في وقت سريع، خصوصا ان هو اللين الجبرا مش صعب قوي ان انت تدخل فيه، بس محتاج ان انت تبقى فاهم الكونسبت بتاعه بشكل كويس جدا قبل ما تشتغل في الكمبيوتر فيجن او ماشين ليرنينج. الاستاتستكس مهمة لو انت عايز تفهم كويس جدا الماشين ليرنينج، تبقى مستوعب ايه اللي بيحصل جوه المودلز دي، ليه هي شغالة بالشكل ده، تقدر تانالايز الريزلتس بتاعتك بشكل سيستماتيك شوية، وتقدر توصل تحدد ايه الخطوة الجاية. افرض انت مثلا جمعت داتا و ترين موديل معين والريزلتس طلعت مش كويسة، ازاي تفسر اللي بيحصل دوت، وازاي تاخد ال decision. احيانا ال statistics بتكون مهمة في الموضوع ده، ومهمة برضو ان انت تفهم ال foundations بتاعة ال machine learning، ال model ده اتعمل ازاي، او ال basics اللي اتبنى عليها. ما اقدرش اقول ان انت لو ما درستش ال statistics مش هتفهم
تقدر تمشي في الماشين ليرنينج او الكمبيوتر فيجن، بس هي مهمة لو انت عايز تكمل في ريسيرش في المجال ده. هتحتاج ان انت تبقى دارس الستاتستكس بحيث تقدر تفهم المودلز، تفهم البيبرز او الريسيرش اللي بيتعمل في الماشين ليرنينج، وتقدر ان انت تبني عليه. الكونفكس اوبتمايزيشن برضك من الحاجات اللي مهمة، بس اللي انت محتاج تفهمه في الكونفكس اوبتمايزيشن مش كونسبتس كتيرة قوي، محتاج بس ان انت تدخل في الموضوع وتقرا فيه كويس، بحيث تقدر برضك تقدر وانت شغال على المودلز بتاعتك في الماشين ليرنينج تقدر تعرف توبتمايز فيها، تقدر تفهم ايه اللي بيحصل جوه، ليه انت محتاج تقلل مثلا بارامتر معين زي الليرنينج ريت او تزوده في الوقت دوت، ايه اللي بيحصل. الكونفكس اوبتمايزيشن بيساعدك ان انت تفهم الكلام ده، وبرضك بيساعدك زي ما قلنا في الاستاتستكس ان هو تقدر تشتغل في ريسيرش بعد كده في المجال دوت، او تفهم الريسيرش اللي بيتعمل جديد في الموضوع. الكالكولس يعتبر اقل اهمية في الحاجات اللي هي المتعلقة بالماث، يعني ما اقدرش اقول ان هو ليه اهمية كبيرة قوي، خصوصا ان في تولز حاليا اللي هي الاوتوجراد اللي هو سواء في الأشهر الفريم ووركس الموجودة في الكمبيوتر فيجن سواء أو في الماشين ليرنينج بصفة عامة زي التنسر فلو أو ال أو بايتورش أو كافي أو whatever الفريم ورك اللي انت هتستخدمها، بيبقى فيها جزء اسمه أوتوجريد، هو بيحسب الجريدينتس بشكل أوتوماتيك، فانت مش هتحتاج تكتب equations الفانكشن دي الجريدينت بتاعها يتحسب ازاي او كده، هو اوتوماتيكلي بيحسب الجريدينت، واحيانا بيحسب الجريدينت كمان لفانكشن معين انت كاتبها او ميثود معين انت كاتبه، مش لازم حتى يكون مكتوب بشكل ماتيماتيكال يعني. فالكالكولس اهميته مش كبيرة قوي، بس يعني لو عندك برضو خلفية بسيطة عنه تبقى كويس. اخيرا ان طبعا الكمبيوتر فيجن زي ما انا قلت والماشين ليرنينج والديب ليرنينج ليهم كورسات كتيرة على النت، ده مثلا اللينك ده هبقى احطه لكم في النوتس، ده بيقول لك مثلا لو انت عايز كورسات ليها علاقه بالديب ليرنينج، مغطي لك هنا كميه كورسات كبيره جدا، اللينكات بتاعتها، اليونيفرسيتي انستراكتور بتاعها، جامعه تورنتو من الجامعات المشهوره جدا. مهم انت تبقى عارف اهم ريسيرشرز اللي شغالين في المجال ده، جيفري هانتون يعتبر بيسموه الجاد فادر اوف ديب ليرنينج، من اشهر الناس المؤثره في المجال دوت. بس انا ما انصحكمش الصراحه بالكورس ده لسببين، ان هو يعتبر مش up to date بشكل كبير، وان lectures هتبقى صعبه شويه ان انت تبتدي بيها، وفي كورسز اتعملت ممكن تستفيد منها اكتر من ده. في هنا كميه كورسات كبيره جدا، اشهر كورسات في الكمبيوتر فيجن وتعتبر up to date بشكل كبير، ممكن تكون اللي هو CS 231 بيستخدم Neural Network في الكمبيوتر فيجن، وتركيزه أكتر على Convolutional Neural Network، فما أعتقدش إن ده هتلاقي فيه 3D Reconstruction، فهو بيركز على مجموعة من الـ Problems، بس الـ Lectures تعتبر كويسة جدا مرفوعة على اليوتيوب، أعتقد فيه Materials كتير هتلاقيها برضك لو دخلت على الـ Website بتاع الكورس. مش عارف، ممكن برضو هيديك details عن project، ما اعرفش الى اي درجة هيديك خلفية عن الكلام ده، الى اي درجة هيبقى ال materials دي كلها available، بس الاكيد ان ال lectures كلها available. ال online courses في مجرد كورسات بتبقى بتتعمل في الجامعة، هي دي اللي فعلا بتدرس في الجامعات الكبيرة دي، ومجرد ان هو بيرفع لك ال lectures بتاعتها متسجلة فيديو. وفي كورسز بتبقى الليفل دايما بتاعها يعني من ناحية تكنيكال اقل شوية، بس ميزتها انها مثلا بتبقى على موقع كورسيرا او حاجة، زي مثلا الكورس ده بتلاقي كمية التكنيكال ديتيلز اللي موجودة اقل شوية، هو مش هيوصلك طبعا لنفس الليفل، بس ميزته انه هو مش فكرة ان هو ميوصلكش لنفس الليفل، هو فكرة ان هو الاودينس بتاعه عايز يبقى الاودينس بتاعه على سكيل كبيرة جدا لدول كتيرة، مش هيبقى عندهم نفس الباك جراوند اللي موجودة للطالب مثلا في ستانفورد او ام اي تي، فدايما بيبقى الليفل اقل شوية عشان يقدر عدد اكبر يستوعبه داخل في المجال ده. ف
الكورس ميزة الكورسات اللي على الكورسيرا أو أي موقع متخصص زي EDX أو يعني مش فاكر أسماء مواقع تاني، بس في مواقع كتير جدا فيها أونلاين كورسز. بس بصفة عامة الميزة الأساسية اللي فيها إن هو بيبقى فيه assignments، بيقدر بتشوف السولوشنز بتاعتك، تقارن الاساينمنتس بتاعتك حلوة عاملة ازاي. لو انت دفعت الاشتراك بتاع الكورس مثلا هتاخد سيرتيفيكت في الاخر، وهي ده تقريبا بيراجع برضو احيانا بيكوركت الاخطاء اللي عندك في الاساينمنتس اللي انت هتسلمها، فبيبقى يعني الاكسبيرينس افضل شوية من ان انت مجرد قاعد تتفرج على فيديوهات بس. لان فكرة ان انت مثلا تشوف كورس زي ال سي اس اللي احنا اتكلمنا عنه دوت وتبتدي ان انت تتفرج على كل الفيديوهات، انت اه ماشي انت فهمت الموضوع شوية بس انت متعلمتش، انت مشتغلتش لسه بايدك في بروجكتس كبيرة. ف ده اللي بيدي experience اكبر بكتير جدا من 500 فيديو هتتفرج عليه. ميزة الصفحة دي ان هي مغطية مواضيع كتيرة جدا ليها علاقة بالماشين ليرنينج، جزء منها يعني في computer vision بس مش بيتكلموا بس على computer vision، هتلاقي في حاجات اعتقد mathematics، هتلاقي في computer vision هو مديك كمية كورسات كبيرة جدا مش لازم تغطيها كلها، بس هتلاقي في حاجات كتير مشتركة بين الكورسات دي، فانت مش محتاج تدرس كل الكلام ده. بس مثلا لو خلفيتك ضعيفة جدا في المجال ممكن تبتدي بحاجة ليها علاقة بالديجيتال image processing، ممكن تلاقي برضك حاجات كتير already انتوا درستوها في الكورس اللي احنا شغالين عليه ده، بس اللي زعفراني غطاها او عبد الرحمن زايد. بس ممكن برضو تلاقي topics جديدة تتعلموها. في حاجات deep learning AI من برضو من الكورسات الكويسة جدا. ميزة أندرو نيج هو من أشهر الناس في مجال الماشين ليرنينج، من أشهر الناس اللي في مجال الماشين ليرنينج في الميديا يعني وبين الطلبة برضك، لأن هو من أكتر الناس اللي أكتف في موضوع الأونلاين كورسز، والأونلاين كورس بتاعته ساهمت بشكل كبير جدا إن ناس كتير تقدر تخش في المجال ده وتتعلمه وتبقى interested فيه. وكمان الكورس ده هو عمله بشكل بروفيشنال بشكل كبير، غطى كمية concepts مهمة جدا، فده مهم اوي الصراحة ان انت تاخده. بس انت مش لازم هتتفرج على الفيديوهات هنا، انت هتفتح الويب سايت بتاع Deep Learning AI، هو موجود تقريبا على كورسيرا. ده كورس بس ده مش تبع أندرونيك. طب ثانية واحدة ممكن نكتب مثلا تقريبا هو ده الويب سايت. بس فممكن تبتدي بقى تخش على الكورسات دي، هتلاقي هو بيتكلم هنا في كورسات كتير. يعني ممكن الوهلة الأولى تفتكر ان هو ال conversion networks بس هو ده اللي انت محتاجه، بس انت فعليا اعتقد الافضل ان انت تبتدي من اول كورس لاخر كورس. الكورسات دي كلها مفيدة، حتى ال sequence models مفيدة مش بس في ال language، انت هتحتاجها لو انت بتحاول تفهم ال sequence بتاع الفيديو، ايه علاقة الفريم دي بالفريم دي، وازاي الكمبيوتر يقدر يفهم الكلام ده ويريكوجنايز اكشن معينة او حاجة زي كده، فالموضوع هيبقى مهم جدا. فزي ما قلت هنا هتلاقي كورسات كتير هتفيدك. احد اهم الحاجات اللي انت مهم برضو تشتغل عليها فكرة الكودينج، ان انت تعرف اهم الفريموركس الموجودة في الموضوع ده زي تنسر فلو. كيرس بايتورش تنسر فلو تعتبر صعبة شوية ان انت تبتدي بيها، فالافضل اعتقد ان انت تبتدي بكيرس.
ممكن بعد كيروس لما تفهمها كويس ممكن تشتغل سواء بتنسر فلو او بايتورش، الاتنين يعتبروا مشهورين جدا. المتوقع اكتر ان التنسر فلو هي يعني هتاخد جزء اكبر من يعني هتبقى مسيطرة اكتر، هتستخدم اكتر سواء من ريسيرشرز او في الاندستري، لان فيها مميزات كتير، لكن برضو الديباجنج فيها بياخد وقت كبير، ويعني فيها بعض المشاكل كده البسيطة اللي ممكن تخليك تاخد وقت اطول وانت بتديفلوب الشغل بتاعك او الافكار اللي عندك او انت بتحل بروبلم ما. اعتقد كيرس كبداية كويسة، ممكن بعديها تخش بقى بايتورش او تنسر فلو، ممكن تقرا ارتكلز موجودة على كورا. هتلاقي بقى ناس كتير بتسأل على كورة، أنا المفروض أشتغل بايتورش وتنسر فلو، ناس كتير بتتكلم في الموضوع دوت. خلي بالك بس وانت بتقرا ان انت تتأكد ان الشخص اللي انت بتقرا له يبقى في يعني في شركة كبيرة او شخص بي اتش دي مثلا، مع بي اتش دي او حاجة، بحيث يبقى يعني تقدر تعتمد على رأيه يعني بشكل كبير. بس موقع الكورة برضك هتلاقي فيه اجابات مفيدة جدا، في لو انت محتار مثلا اشتغل في كمبيوتر فيجن ولا اشتغل في موضوع مثلا مش عارف ال natural language processing، اشتغل في كمبيوتر فيجن البروبلم دي اركز عليها اكتر، او دي ايه اهمية الالجوريزم ده اساسا في الموضوع، وهل الموديل ده خلاص مبقاش يستخدم مش محتاج ادرسه ولا ادرسه. الاجابات دي كلها ممكن تلاقيها متغطية كويس في موضوع الكورة. بعد ما تدرس بقى الحاجات دي المفروض ان انت تستخدمها في البروجكتس، ده اهم حاجة تقريبا هتديك experience كويسة في الكمبيوتر فيجن. ممكن تكون اي بروجكت تتخيله، اي بروبلم حواليك شايف ان انت ممكن تستخدمها عشان تحل، تقدر ان انت تحلها باستخدام الالجوريزمز اللي انت اتعلمتها. احد الافكار مثلا اللي لقيتها مرفوعه كان حد رافعها على لينكد ان، و تعتبر فكره بسيطه جدا. هو بيصور الاوضه بتاعته وبعد كده داخل، عامل اكن البتاعة دي انها بتخفي وبتبين الخلفية اللي ورا. الموضوع ده زمان يمكن لو شفته تحس ان هو ده عبقري، يعني الالجوريثم ده اكيد معقد جدا ان هو قدر يعمل حاجة زي كده، لكن فعليا الفكرة يعني بسيطة جدا، هي مجرد انت بتديتكت. هو لو خدت بالك في الصورة، ركزت شوية في الفيديو، هتلاقي ان هي ليها كلر معين من الاطراف كده باين، فهو مجرد بيديتكت الكالر دوت، غالبا هي مثلا حمراء او حاجه، فبيديتكت كل البكسلز الحمراء اللي في الصوره وبيستبدل البكسل دي بالبكسل اللي وراها. البكسل اللي وراها عارفها منين؟ ان الكاميرا فيكسد، الكاميرا ثابته، الكاميرا ما بتتحركش، وما فيش حاجه في الخلفيه بتتحرك، فبالتالي هي البكسل اللي كانت موجوده في اول الصوره هي قبل ما هو يدخل، هي دي اللي هو مثلا هنا في ازازه، فهو لما يجي يخفي الجزء ده هيطلع لك الازازه اللي هي البكسل اللي هو اوريدي مسيفها عنده. بس فالفكره بسيطه جدا، هو اتعلم مجرد ان هو مثلا فكره ازاي تتكت الكالر، ازاي يلعب في البكسلز ويغير دي بدي ومش عارف ايه، مجرد البيزكس قوي في الايمج بروسيسنج، بدا على طول ان هو يجيب ابلكيشن ويشتغل عليه. لما جه يشتغل على الابلكيشن ده يبتدي ان هو يتعلم حاجه جديده، ان هو حتى مثلا عايز اجيب مثلا حاجه واضحه، لو قلنا مثلا الفريم دي، هو بيستبدل البكسل بالبكسل اللي وراها. بس انت هتلاحظ ان هنا في الباوندريز اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو، واضح ان في حاجه غلط في الفيديو، واضح ان في لا في لعب في الفيديو ده، في editing حصل، ده حد لعب فيه. بس هي الفكره ان هو برضك مجرد بيستخدم البيزكس، لكن حتى المشكله اللي قدامه دي هي حصل بسبب الاضاءه مختلفه، الباك جراوند عنده الباك جراوند او الحيطه وهو مش واقف غير الحيطه وهو واقف، الشادو عمل خلى فيه فرق في اللون. طب احل المشكله دي ازاي؟ الجوريثم مثلا زي اللي احنا اتكلمنا عليه ليه علاقه بالبوس ايديتنج او حاجه زي كده، بيحل المشكله دي، الشيفت اللي حاصل في الكالر عند البوردرز بتاعت الحاجه اللي انت او الماسك للصوره اللي انت بتحاول تضيفها، هو بيحل لك المشكله دي وبيخلي البوردرز دي مش باينه خالص. ف
هو اكتشف البروبلم دي، او هو ممكن ان هو مجرد ما اشتغل في الابلكيشن ده شاف البروبلم دي فيبتدي يدور على حلها، فيتعلم الجوريزم جديد ويفهم ازاي يبتدي يطبقه على البتاع ده بحيث يبقى اكيوريت اكتر. والموضوع في الاخر يعني فور فان، يعني الموضوع مش هيبقى ممل او حاجه، لان انت اوريدي انت اللي اخترت البروجكت وانت قاعد تشتغل عليه وكده. وفي الاخر هترفع مثلا، هيبقى ليك اكونت على جيت هاب وبترفع البروجكت دي عليها كل ما بتقعد تجرب حاجه جديده او تتعلمها. والبروجكت دي هتضيف لك انت اتعلمت حاجات كتير وفهمت كويس جدا في تخصصك، وكمان لما بتيجي تقدم بعد كده في شركات او في جامعات بيطلب ساعات احيانا منك الجيت هاب اكونت ويشوف ان ايه الاكواد اللي انت اشتغلتها. دي تقريبا اهم النقط اللي انا كنت عايز اتكلم عنها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ولو في اي اسئلة ان شاء الله ممكن اظبط، يعني نشوف طريقة معينة بحيث لو في حد عنده أسئلة أو حاجة يبعتها ونجاوب عليها في وقت معين إن شاء الله. وربنا يوفقكم إن شاء الله.